السلام عليكم إخواني، مرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفهام عام. اليوم إن شاء الله سأحاول أن أشارك معكم نيتش مربح جدا، عليه منافسة قليلة ويحقق مبيعات جد محترمة يوميا. لكن إخواني قبل أن أشارك معكم هذا النيتش، يجب عليكم أن تعلموا أن هناك نوعان من النيتشات: نيتشات دائمة على طول السنة كالتصاميم الخاصة بمحبي كرة القدم، محبي القطط والكلاب والعديد من المجالات الأخرى التي يكون طلب عليها والبحث على طول السنة. ثم هنالك نيتشات مؤقتة، وهذه النيتشات خاصة بالأعياد والمناسبات كعيد الأم وعيد الحب وأعياد السنة الميلادية إلى آخره. وهذا النوع من النيتشات يتطلب التحضير له قبل تاريخ هذه المناسبة ليتسنى لكتاب الظهور في الصفحات الأولى وبالتالي تحقيق مبيعات كثيرة. إذن إخواني، اليوم سأقدم لكم نيتش يمكنكم الاشتغال عليه طيلة السنة، وبالتالي يمكنه أن يحقق لكم مبيعات على طول السنة. إذن إخواني، النيتش الذي سوف أقدمه لكم هو The World's Largest Themed World Search Book. هذا النيتش، لاحظوا معي إخواني، نسبة المنافسة عليه قليلة جدا، 91%، والكتب المرفوعة فيه تحقق مبيعات جد محترمة إخواني. فلاحظوا معي مثلا، سأقوم باختيار مثلا هذا الكتاب إخواني، وسأقوم بأخذ هذا البسائر الخاص به، أقوم بنسخه وأقوم بالذهاب إلى هذا الموقع الذي يعطيني مجموعة من الإحصائيات على نسبة المبيعات التي يحققها هذا الكتاب انطلاقا من البسائر الخاص به. أقوم باختيار أولا الكتاب الذي أقوم بالبحث عنه، فهو بوك وليس إي بوك، يعني ليس كتاب إلكتروني. ثم أقوم بإدخال هنا البسائر الخاص به، وهنا إخواني حاولوا أن تزيلوا أي فراغ كان بين الأرقام. إذن هنا سوف نقوم بحسابة البسائر الخاص بهذا النيتش. إذا لاحظوا معي إخواني، فهذا النيتش يحقق لنا أزيد من 212 مبيعة شهريا، والتي تقابل تقريبا 14 مبيعة يوميا. فتصوروا معي إخواني، إن كانت مثلا الأرباح الخاصة بك في هذا الكتاب هي $1 لكل مبيعة، فأنت سوف تجني من هذا الكتاب $14 يوميا، وهذا في كتاب واحد فقط. إذن إخواني، حاولوا إخواني أن تصمموا أكثر من كتاب في هذا النيتش، والطريقة سهلة جدا، فهو لا يتطلب أي مهارة. هنالك العديد من المواقع تقدم لنا هذه النوعية من المحتويات الخاصة بهذا الكتب، أو تقومون بإنشائه لوحدكم، فالطريقة سهلة جدا. وإن كنتم لا تعرفون الطريقة، فيمكنكم أن تذكرها في التعليق الخاص بهذا الفيديو، وسأقوم إن شاء الله بشرح درس جديد حول طريقة إنشاء المحتوى الخاص بهذه النوعية من الكتب. إذن إخواني، كان هذا درس بسيط جدا، أردت أن أشارك معكم في هذا النيتش الذي سوف يفيدكم إن شاء الله. فإن أعجبكم الفيديو إخواني، اضغطوا على زر إعجاب وشاركوه مع الأصدقاء المهتمين بالمجال لتعم الفائدة. وإن كانت أخي أختي هذه أول زيارة لك للقناة، فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول.